الصلاة والسلام على رسول الله، أصحاب الفخامة والسمو والمعالي والسعادة، سعادة نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، السيدات والسادة، رؤساء وأعضاء الوفود، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أرحب بكم جميعاً في المملكة العربية السعودية في حفل افتتاح الدورة 16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والذي يلقى الاهتمام البالغ من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ومن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله. ونتطلع إلى تعزيز العمل وتكثيف الجهود تحت مظلة هذه الاتفاقية لمواجهة التحديات البيئية الرئيسية وتعزيز التكامل بين الاتفاقيات البيئية الدولية الأخرى وخاصة اتفاقيات ريو المعنية بتغير المناخ والتنوع الأحيائي للوصول إلى مخرجات طموحة تحدث نقلة نوعية في تعزيز المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها وبناء القدرات لمواجهة الجفاف والإسهام في تحقيق الرفاهية للبشرية في أنحاء العالم. وبهذه المناسبة أتقدم بالشكر الجزيل لجمهورية ساحل العاج على رئاستها للدورة 15 ولأعضاء المكتب وأمانة الاتفاقية على متابعتهم الفاعلة لسير تنفيذ الاتفاقية خلال الفترة الماضية. والشكر موصول لكافة الدول الأطراف والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في هذه الدورة. يتضمن جدول أعمال هذه الدورة عدداً من الموضوعات المهمة ذات الصلة بتدهور الأراضي والجفاف والتصحر، مما يؤكد على أهمية العمل على الإطار الاستراتيجي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر للفترة 2018 إلى 2030 ودعم المنهجية المقترحة لتنفيذ الإطار الاستراتيجي لها للإسهام في زيادة القدرة على الصمود أمام التحديات التي تواجه مناطق العالم الأشد تأثرا من تدهور الأراضي والجفاف والتصحر. الأخوة والأخوات الحضور الكرام، تمثل استضافة المملكة العربية السعودية لهذه الدورة امتدادا لاهتمامها بالمحافظة على البيئة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، حيث تعد منطقة الشرق الأوسط من أكثر مناطق العالم تأثرا من تدهور الأراضي والجفاف والتصحر. وتسعى المملكة العربية السعودية باستمرار إلى مواجهة التحديات البيئية بالشراكة مع المجتمع الدولي. لذا أولت رؤية المملكة 2030 حماية البيئة بشكل عام والحد من تدهور الأراضي ومكافحة التصحر بشكل خاص أولوية خاصة لما لحماية البيئة والموارد الطبيعية من دور أساسي في تحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة. في سبيل تحقيق هذه المستهدفات اعتمدت المملكة العربية السعودية الاستراتيجية الوطنية للبيئة وأنشأت صندوقا للبيئة وخمسة مراكز بيئية متخصصة من ضمنها المركز الوطني للتنمية في القطاع النباتي ومكافحة التصحر، كما تم تحديث الأنظمة البيئية لتتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، ووضعت المبادرات والخطط والبرامج لتعزيز الالتزام بالضوابط البيئية والحد من التلوث وتنمية القطاع النباتي والحياة الفطرية وتعزيز إدارة النفايات وخدمات الأرصاد والدراسات المناخية. كما أطلقت مبادرة السعودية الخضراء لإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة في المملكة العربية السعودية وزيادة مساحة المناطق المحمية وصولاً إلى 30% مناطق محمية في العام 2030، علماً أن هذا المستهدف المعلن من المملكة العربية السعودية عام 2021 سبق بأكثر من عام على إعلان المستهدف العالمي بنهاية 2022. كما يجري العمل على رفع نسبة الطاقة المتجددة لتصل إلى 50% من مزيج الطاقة في المملكة العربية السعودية بحلول العام 2030 وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. كما اعتمدت المملكة استراتيجية وطنية للمياه لتعزيز المحافظة على مصادر المياه واستدامتها ونفذت العديد من المبادرات والمشاريع في مجال إعادة تدوير المياه لتحقيق الاستدامة المائية والبيئية. ويجري العمل حالياً على تنفيذ استراتيجية وطنية للزراعة تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنتاج الزراعي والإدارة المستدامة للأراضي الزراعية، وكذلك استراتيجية وطنية للأمن الغذائي تهدف إلى خفض الفقد والهدر في الغذاء إلى 50% مما هي عليه الآن. الحضور الكرام، تشير التقارير الدولية إلى تدهور
أكثر من 100 مليون هكتار من الأراضي الزراعية والغابات والمراعي سنوياً، ويتأثر نتيجة لذلك أكثر من 3 مليار إنسان حول العالم، وتقدر الخسائر السنوية الناجمة عن تدهور الأراضي بأكثر من 6 تريليون دولار أمريكي سنوياً، إضافة إلى فقدان التنوع الأحيائي وزيادة تداعيات التغير المناخي. ويتأثر تبعاً لذلك عناصر أساسية للحياة هي الهواء والماء والغذاء، والتي تؤثر بدورها على أكثر من 1.8 مليار نسمة، مما يزيد من معدلات الهجرة ويؤثر على الأمن والاستقرار للعديد من الشعوب. لذا يتوجب علينا العمل سوياً لتعزيز الجهود الدولية على كافة الأصعدة لمواجهة هذه التحديات العالمية الجسيمة والحد من آثارها. الحضور الكرام، تعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إطاراً للعمل الجماعي والتعاون بين دولنا، مما يتطلب منها التقيد بالسياسات لتحقيق المستهدفات لإعادة تأهيل الأراضي والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء والابتكار لتنفيذ الحلول المستدامة والتعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية ومؤسسات التمويل والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول أدوات ملزمة تعزز العمل الدولي المشترك. ونحن متفائلون بأن تؤدي هذه الجهود إلى بداية مش مرحلة جديدة لتعزيز المحافظة على الأراضي وإعادة تأهيلها والحد من آثار الجفاف، والتي لن تقتصر على تحقيق مستهدفات هذه الاتفاقية فحسب، بل تنعكس إيجاباً على اتفاقيتي التغير المناخي والتنوع الأحيائي، بالإضافة إلى تعزيز الأمن المائي والغذائي وجودة الحياة للمجتمعات البشرية. في الختام، أكرر الترحيب بكم جميعاً، وأتمنى لكم طيب الإقامة في المملكة العربية السعودية، ونتطلع إلى مشاركتكم الفاعلة والبناءة في أعمال هذه الدورة، والتي نؤكد على أنها ستشكل بتكاتف الجميع منعطفاً تاريخياً لإحداث تحول جذري في القدرة على الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف في أرجاء العالم، للإسهام في ضمان مستقبل مستدام للأجيال الحالية والقادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.